السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لذا الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم فيه إن شاء الله لي سوليسيون ديال لي زاكتيفيتي ولي زيكزارسيس ديال إيتانس المات، الدرس ديال ليكواسيون دي دروات، دونك المعادلة ديال المستقيم. غادي نحاول نبارطاجي معكم لي سوليسيون ديال لي زيكزارسيس باش تحاولوا تشوفوا الأجوبة ديالكم واش صحيحة ولا خاطئة، ومن بعد إن شاء الله غادي نبارطاجيو كل تمرين إن شاء الله بالشرح ديالو. دونك لي زاكتيفيتي، ولا عندكم حتى الكي سي ام اللي عندكم في لاباج 176. دونك عندكم واحد الكي سي ام، عندكم مثلا الكيسيون الاولى لا ريبونس ديالها بي، يعني الجواب الثاني هو الجواب الصحيح، الكيسيون الثانيه الجواب ا اكسيتيرا. غادي ندوزو لي زيكزارسيس، دونك هاد الدرس ما دايرينش فيه لي زاكتيفيتي، ندوزو لي زيكزارسيس من ليكزارسيس 5 اللي عندكم في لاباج 183. دونك لي زيكزارسيس الاولين من واحد حتى ربعة راه دايرين لكم لي سوليسيون ديالهم، ولكن من خمسة والفوق او ما دوما لي سوليسيون ديالهم هما هادو. ليكزارسيس 5 الجواب ديالو، ليكزارسيس 6 7 كاين بعض التمارين اللي عاطينكم الاجابة مباشرة، كاين اللي داير لكم لي ديتاي بحال ليكزارسيس 7 هنا، وليكزارسيس 5 راه داير لي ديتاي كيفاش مجاوبين على التمرين. دونك كيف ما كنقول لكم دائما، باش تستافد اكثر من هذا النوع ديال الفيديوهات حيت ما فيهش الشرح ولكن فيه الاجابه، باش تستافد من الاجابه بطبيعه الحال خصك ديجا تكون خدمتي التمرين. الا ما كنتيش خدام التمرين وجيتي مباشره كتنقل التمرين، راه ما عندك حتى شي افاده، ما غادي تستافد حتى شي وزه من هذا الفيديو. دونك باش تستافد حاول الله يرضي عليك تخدم التمرين، بلي تخدم التمرين مزيان هذيك الساعه غادي تجي تقارن الجواب ديالك مع الجواب اللي كاين هنا باش تعرف فين عندك المشكل وتعرف الخطأ اللي عندك. دونك بالنسبة لاباج 183 عندكم فيها حتى ليكزارسيس 11، دونك هذا ليكزارسيس 9 10. دونك لاحظوا راه كيعطيكم حتى لي ديتاي الطريقة كيفاش كيجاوبوا و هادشي اللي كاين. من بعد ان شاء الله هذا هو التمرين 11، من بعد ان شاء الله كيف ما قلت لكم كل تمرين غنديروه في فيديو كيف ما موالفين بالورقه وستيلو مع الشرح باش اللي ما فاهمش شي حاجه يفهمها. وانتم عاونوني في لي كومونتير، قولوا لي شنو التمرين اللي بغيتو نخدم معكم هو الاول، شنو التمرين اللي استعصى لكم ولا ما فهمتوش مزيان، وغادي نحاول. راه اكيد اي تمرين تكرر بزاف وعليه طلب اكثر راه اكيد غادي نخدمه هو الاول ان شاء الله. دونك ليكزارسيس 12 عندكم في لاباج 184 صفحة 184، عندكم من ليكزارسيس 12 حتى ليكزارسيس 18 في هاد الباج هادي. دونك ليكزارسيس 12 13، دونك راه التمارين كاملين كاينين الإجابات ديالهم كيف ما كتشوفوا. ليكزارسيس 14، بغيتي مثلا أي تمرين، أنا كندوز بالزربة، بغيتي أي تمرين دير بوز الفيديو حتى تشوف التمرين على خاطرك عاد كمل الفيديو. دونك ليكزارسيس 14، ليكزارسيس 15 عندكم غير الشكل هنايا، ليكزارسيس 16 ها هو الشكل واضح، دير بوز حتى تشوف داكشي. ليكزارسيس 16 17 فوالا. دونك اللي مازال ما شافش الدرس، حيت مهم الدرس انك تشوفه باش عرف تقدر تجاوب على التمارين. اللي ما شايف الدرس غنخلي لكم الرابط ديال الدرس في اسفل الفيديو، حاولوا تدخلوا ليه. هنا غندخلوا لي زيكزارسيس 19 حتى ل 27، دونك في لاباج 185 فوالا. ليكزارسيس 19 هو هذا 20 و 21، دونك راه كاينين تمارين اللي زوينين بزاف، راه من هاد التمارين كيتحطوا الفروض كيتحطوا الجهويات. دونك كل ما خدمتي التمارين بزاف كل ما كتفهم الدرس مزيان وكتسهل عليك تجيب نقطة ممتازة ان شاء الله في الفروض ديالك ولا حتى في الريجيونال بإذن الله. ليكزارسيس 23، جميع التمارين ما كاين حتى شي تمرين زاكلينه بحال هنا، تمرين 22 ما كاينش، ها هو واحد ما كاينش، نحاول نبداو به. 23 24 وانا انت دير بوست كيف ما قلنا هاد الفيديو اللي بغيتي، هادي الكمالة ديال 23 ولا ديال الكمالة ديال 24 ولا ليكزارسيس 26 هو حاطينو كامل من أ تال زد. ليكزارسيس 27 وهذا
دونك دير بوز حتى تشوف ليكزارسيس مزيان، ها لا سويت ديالو التتمة ديال اليوم ديال 27 هادي. دونك التمرين هذا زوين في الميدياتريس. الميدياتريس راه بزاف كيتحط في الريجيونال وكيتحط في الفروض، خصكم ضروري تخدموا هذا التمرين هذا، كيبان تمرين زوين ان شاء الله نبداو به. فوالا ليكزارسيس 28. دونك من التمرين 28 حتى التمرين 30 عندكم في الصفحة 186. ما عرفش واش كلشي عنده الكتاب ولا نبقى نحط لكم حتى التصاور ديال التمارين، الا بغيتو نبقى نحطهم لكم، نصور لكم حتى التمارين نحط لكم التصاور، ما نحطش لكم الإجابة مباشرة، نحط لكم التمارين عاد نحط لكم التصاور الا بغيتو، هذا اقتراح. سينو راه كلشي عنده الكتاب، راه كتشوف التمارين وغادي تحاول دير الإجابة ديالها. ليكزارسيس 30 عندنا في لاباج حتى هو 186، وعندكم جيم فاليو اللي عندكم في لاباج 187، عندكم واحد الكيسيام عاوتاني في الاخر، اول الطابلو الجواب ديالو، الكيسيون الاولى الجواب ديالها بي، الكيسيون الثانية الجواب ديالها ا الى اخره. وعندكم واحد لوطو فورماسيون اللي زوينة بزاف، عندكم فيها التمرين عندكم غير تمرين واحد، ها هو الجواب ديالو. هاد لوطو فورماسيون راه مزيانة، كيتحطو فيها منها الفروض وكيتحطو منها الجهويات، دونك حاولوا تشوفوا هاد التمرين هذا الله يرضي عليكم. وبالمناسبة نخبركم باللي راه كاينين جهويات اللي ديجا خدمناهم، دونك هذا هو التمرين الاخر ديال لوطو فورماسيون، كاينين جهويات اللي ديجا خدمتهم مع التلاميذ اللي سبقوكم في السنوات الماضية، حاولوا ترجعوا ليهم وخدموهم مزيان. دونك مثلا انت دابا في الدرس ديال ليكواسيون ديال دغوات، حاول تمشي للتمارين ديال هاد الدرس اللي كاينين في الجهوي هما اللي تخدمهم، خدم عندك دابا راه تقريبا درتو 3 ولا 4 ديال الدروس، ما عرفتش حيت الاساسي دوك اللي هو باش كيبدا، على الاقل غتكونوا درتو الدرس ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون، غتكونوا درتو الغوبير دون لو بلون، غتكونوا درتو عاوتاني شنو هو الدرس الاخر، تقدروا تكونوا درتو حتى لي سيستيم و ترانسلاسيون فيكتور. دونك راه عندكم شي 4 ولا 5 ديال الدروس، راه تقريبا نص ديال الامتحان الجهوي. بداو تخدموا هذوك الجهويات اللي فيهم الدروس اللي نتوما ديجا درتو، مثلا الجيومتري ولا الستاتيستيك مازال ما درتوهمش، خلي التمارين ديالهم ابار حتى من بعد تخدمهم، وتخدم التمارين اللي درتي انت، الدروس اللي درتي بدا من دابا توجد، حيت راه اغلبيه الفروض ديال الدوره الثانيه كيكونوا بحال الجهوي، كيجيبوهم لكم من جهويات قدام كيحطوهم لكم بحال الفروض، باش في نفس الوقت انت كدير الفرض وانت كتستعد للريجيونال. دونك حاولوا تخدموا بذكاء، خدم شويه ولكن تستافد اكثر، حيت التمارين اللي كاينين في الامتحانات راه كيكونوا تمارين شامله، يعني الا فهمتي التمارين ديال الامتحانات راه كتكون فهمتي القواعد وراجعتي الدرس ودرتي شحال من حاجه في نفس الوقت، واضح؟ دونك غنخلي لكم الرابط ديال الجهويات، كاين واحد البلاي ليست اللي فيها الريجيونال اللي كنا خدمناهم قبل، حاولوا تخدموهم سواء لقيتيهم بالعربيه ولا بالفرنسيه، راه الرياضيات هذه ماشي ماده ديال الفرنسيه، الرياضيات راه اكيد غادي تستافد، واخا تلقى تمرين بالعربيه راه غادي تستافد وغادي تعرف الطريقه كيفاش كيجاوب، وخصوصا الناس اللي ضعاف في الفرنسيه راه غادي تستافد في العربيه اكثر ما غتستافد في الفرنسيه، واضح؟ دونك حاولوا تخدموا جميع الامتحانات السابقه حيت غادي تستافدوا منهم ان شاء الله. اي مقترح اي حاجه بغيتو نخدمها معكم، انا راه الاشاره خليو لي غير في التعاليق شنو بغيتو وانا معكم، حتى نتوما ما تنساوش الدعم ديالكم، لايك الفيديو كومونتير وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واشتركوا في القناه حيت باقي غادي يوصلكم غير المفيد، غير التمارين الدروس الفروض الجهويات، ومازال معكم السنوات القادمه ان شاء الله، غتلقاو الشروح ديالي في 5 6 حتى للباك ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، ما تنساوناش من الدعاء ديالكم، السلام عليكم.